يقول أنا عمري 11 سنة كيف أدعو إلى الله في مدرستي؟ والله أخواننا الصغار هذول قد يؤثروا في الكبار، صدق والله. وأعرف كثير من الصغار كانوا سبب في التزام آبائهم وأمهاتهم، التزام البيت كامل، صح؟ أي نعم. ويؤثر حتى في أصدقائه، حتى في زملائه. وممكن لو أسألكم الآن، هل أثر فيك أحد من زملائك تقول إن أنسى لن أنسى فلان، وأنا إن أنسى لن أنسى مدرس مثلا التفسير عندي، صحيح؟ فيها في واحد من الدكاترة يقول طلب مني إلقاء كلمة الصباح في المدرسة وأنا في الابتدائي صغير، فقالوا لي غدا تلقي الكلمة. يقول ذهبت إلى البيت وبدأت أكتب الكلمة ووضعتها في ورقة، والصباح الطوابير، أساتذة، الإدارة، المدير، بعض أولياء الأمور. يقول خرجت، عندما وقفت ما استطعت أقف، ارتعش دموع، يعني يقول فتحت الورقة، يقول والله الورقة سوداء ما أرى منها شيء، ما استطعت أتكلم، ما أرى شيء. فقلت الحمد لله رب العالمين، حتى ما قال الحمد هكذا، قال الحمد لله رب العالمين. وقلت توقفت، الكل يضحك، يقول والله إن أنسى فلن أنسى. عندنا مدرس يقول سمين ممتلئ، يقول يضحك، وضع القتلة يقول على فيه، يقول إذا ببطني تضحك تحتز، اليوم الدراسي ضاع، الكل يضحك، كل ما يدخل مدرس عندنا الفصل يقول يضحك ويضحك الطلاب، وأنا ما استطعت أخرج، ما ماذا أصنع، أبكي. قل حتى دخل الأستاذ مدرس الشريعة الأستاذ إبراهيم، عندما دخل ضحك الطلاب على العادة، قال لماذا تضحكوا؟ قال هذا فشلنا وهذا كذا وهذا ولد ما يعرف يلقي كلمة، قال هذا أحسن طالب في المدرسة، افتتح الخطبة بأول سورة الفاتحة وغدا بإذن الله يلقي الكلمة. يقول أنا الآن دكتور أتكلم في الإذاعات أخطب كذا، يقول والله ما أدعو لنفسي إلا وأدعو للأستاذ إبراهيم. إخواننا هذول الصغار أنت مربي الآن، لابد تربيهم. إخواننا تنظر بن عثيمين، من رباه؟ ها؟ بن سعدي. بن سعدي قالوا له من الشيخ تظن أن يكون بعدك؟ في كبار فطاحلة علماء كان عند الشيخ بن عثيمين، مثلا البسام وغيره، فقالوا من؟ قال هذا الصبي أبو البشت، من يوم هو صغير هو بالبشت الشيخ، قال هذا الصبي بن عثيمين، الله يغفر له ويرحمه. إيه الا شوف عندك مثلا شيخ حافظ بن احمد حكمي، علماء هذول، يعني السبب معلم، معلم سبب. انا يوم طردت طالب عندي من الطلاب ما حفظ، في الفراغ عندنا طرد على طول، اما يحل ولا طرد، يحفظ كلمه واحد اطردنا. المهم هذا طالب افريقي وطردته انا، وجاني بعد الدرس والله يبكي، بكاني والله، قال لي يا شيخ ترى أنا لو استقمت وتعلمت ترى في موازينك، ولو تطردني أضيع إلا إن شاء الله. قلت خلاص احفظ وتعلم. فالطلاب هذول النشأ لابد نهتم بهم يا إخواننا، الآن تعليمهم، الخطابة، الإلقاء، القرآن، كذا، إذاعة الصباح تقربه. والله عندنا مدرس أكرمك الله أربط هذا رباط أكرمكم الله الجزمة للطلاب، والله هذا شو يريد؟ ها؟ وجه الله،
والله إذا شاف الطالب من طلابه يقبل الأستاذ يقبل رأس الطالب، يقبل رأس الطالب مدرس. تظن هذا الطالب ينسى؟ ها؟ لا والله ما ينسى. أي نعم، استطيع يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو حتى بهيئته، أيوة، بهيئته، بسلوكه، بأدبه.